متعهد الكرات الثابتة ميها بالراس ولكن فرصة كرة في المرمى لأنس بن ياسين الهدف الأول لأنس بن ياسين في مرمى فريق الحسين مرمى فريق السابق لم يحتفل أنس بن ياسين وبالتالي احترم فريق السابق والفيصلي يترجم أفضليته إلى التقدم والاحتفال بالمولود الجديد للاعب عدي زهران أبو أنس مع جماهير الفيصلي. الفيصلي هدف، الحسين لا شيء بعد 9 دقائق على بداية الشوط الثاني ودخلنا بالدقيقة 55. إذن شفنا الركنية من ميها والتسديدة الرأسية من أنس بن ياسين في المرمى، هدف التقدم نتيجة 1-0 للفيصلي. هذا هو ميها على القائم البعيد وأنس بن ياسين من بين الجميع، خطأ أعتقد يعني يتحمل إلى درجة كبيرة.